إلى ترند. أهلا من جديد بكل الناس اللي انضمت لمتابعتنا. اليوم حنتحدث عن النفايات وهي المخلفات البشرية المختلفة، بتأكيد لها تأثير كبير جدا على حياتنا وعلى البيئة، وتعتبر إعادة تدوير النفايات من العمليات اللي لجأت لها الدولة في الفترة الأخيرة للاستفادة من المخلفات البشرية وتقليل النفايات السامة والمدورة. خليك حريص يا إنسان على صحة وعلى نظافة بيئتك. حيسعدنا جدا ان نرحب معنا داخل الاستوديو بالاستاذ مصطفى اسحاق، الناشط البيئي والمتخصص في مجال اداره المخلفات. شكرا لتلبيه الدعوه، مساء الخير عليك. هيلين، شكرا هيلين. اول حاجه يعني بدايه بسم الله، المجد والخلود للشهداء وعاجل الشفاء للجرحى والمصابين. شاكر ومقدر لكم جدا. شكرا. السودانيه 24 للاستضافه، وإن شاء الله يعني أكون خفيف الزر عليكم وأقدم محتوى مفيد إن شاء الله. أستاذ مصطفى، لما نقول النظافة في السودان أو تحديات النظافة في السودان، تحديات كبيرة جدا بتواجه الدولة وبتواجه المواطن في حد ذاته، نتكلم عن التحديات في البداية. أول حاجة، التحديات كثيرة ما يخص مجال إدارة المخلفات أبرزها. طيب، في ممكن نقسمها لثلاثة. تمام. مبني ثلاثة أقسام مشاكين فيها الثلاثة قطاعات، القطاع الخاص، القطاع الحكومي والمجتمع في حد ذاته. تمام. حاليا في الوضع الراهن الحكومة ما عندها استراتيجيات واضحة اتجاه حل مشكلة المخلفات، فبالتالي بقى المواطن ما عارف دوره شنو وحيقدم شنو لأجل حل المشكلة، وكذلك القطاع الخاص بقى غير مسؤول اتجاه بيئته واتجاه مجتمعه. نتج فكان المخلفات أو أزمة المخلفات الحالية شايفينها دي بقى نتاج طبيعي للأسباب اللي ذكرتها دي. تمام. طيب، أنت قسمتها لي للقطاع الخاص والقطاع العام والقطاع المجتمع. أيوة. بالتالي في استراتيجية مفترض تكون واضحة، لكن للأسف إحنا عندنا غياب للاستراتيجية في حد ذاتها. أيوة. للأسف أيوه، في غياب للاستراتيجيات، وده لعدة أسباب، منها إنه والله يا أخي السياسة ذاتها تدخلت في قطاع إدارة المخلفات والبيئة، فده كان سبب كبير. ما مفروض السياسة لأي سبب إن كان يتدخل في المجال، لأنه في النهاية دي بيئة وحاجة، يعني إحنا ما مفروض يكون عندنا أصلا ديون بيئة تجاه مجتمعنا. طيب، الحل شنو؟ الحل إنه في دول كثيرة حاليا اتجهت لإنها تكون مثلا وكالات وطنيه او مثلا جمعيات وطنيه. السويد نهضتها كان بسبب انه في كون الجمعيه السويديه لاداره المخلفات، فكان بعد ذاك انه حصل النقله في تطور القطاع. في السودان احنا محتاجين لما يسمى مثلا وكاله وطنيه لاداره مخلفات، اقلاه الجسم يكون غير مسيس، يكون بعد ذاك يتوضع خطط الخبراء، ويكون فيه اشراك للشباب، يكون فيه إشراك لكل المجتمع، عشان بعد ذاك نقدر ننتقل من أزمة المخلفات الحالية لحل الأزمة. تمام. طيب، ده حاليا على تجربة السويد باعتبار من الدول المتقدمة جدا. طيب، إحنا في السودان عندنا هيئة، بتلاقي كل ولاية أو كل محلية في عربية تتبع لها مكتوب عليها هيئة ولاية كذا أو هيئة محلية كذا. خلينا نتكلم عن هيئة النظافة ومقدرتها على مكافحة المخلفات والتخلص منها. كويس. كويس جدا انك تطرقت للحاجه. اول حاجه، حاليا زي ما ذكرت انه هو هيئه نظافه ولايه الخرطوم او هيئه نظافه مثلا معاديه مبدا، الناس انتقلت منها في نظرتها للمخلفات بقت تعين لها كموارد طبيعيه، وانتقلت قبل يعني احنا لسه ما وصلنا حتى مرحله اداره نفايات. احنا بنتكلم عن هيئه نظافه. نعم. يعني النظافه معناها شنو؟ معناها ان احنا تكلكت او ناخذ نجمع المخلفات ونوديها لحته اللي هي مثلا ممكن تكون مكب نفايات، محطه بسيطه، بدون بعد ذاك شنو؟ بعد ذاك انه والله يا اخ نعالجها لمرحله ثانيه ونفرزها المرحله الثانيه، بعد ذاك نعالجها للمرحله الثالثه، بعد ذاك نتخلص منها بصوره صحيحه، اخر حاجه التخلص. فالحاصل انه حاليا احنا ماسك يعني ستيل الهيئه دي منوط بها حاجه واحده اللي هي نظافه ولايه الخرطوم، لكن ما معالجة مخلفات ولاية الخرطوم ولا حتى التخلص الآمن للمخلفات. طيب، خلينا نمشي معك في حسب تخصصك باعتبارك ناشط بيئي متخصص في مجال إدارة المخلفات. طيب،
شنو أبسط الطرق اللي ممكن نتخلص بها من النفايات أو من مخلفات، خلينا نقسمها مخلفات الطعام العضوية اللي ممكن تكون قابلة للتحلل، وإذا ما تخلصنا منها بصورة صحيحة ممكن شنو تكون الآثار في المستقبل؟ كويس. طيب المخلفات عموما تنقسم ممكن نقسمها بشكل كبير لمخلفات سائلة ومخلفات صلبة. المخلفات الصلبة اللي هي ممكن تكون عضوية، ممكن تكون مخلفات ورقية، ممكن تكون بعد ذلك مخلفات معدنية ومخلفات بلاستيكية. دي بصورة عامة. في أنواع تانية أنا ما حاب يعني أفضل إنه يعني ما نذكر. طيب في السودان إحنا نتكلم عن 7 مليون طن من المخلفات بتنتج سنويا، ف 60% من المخلفات دي عبارة عن مخلفات عضوية اللي هي بقايا طعام وبقايا المخلفات الزراعية، وفي أنواع تانية مثلا بقايا اللحوم وغيرها. طيب المخلفات دي ممكن تعالج بعدة طرق. واحدة من الطرق الناجعة جدا واللي أثبتت نجاحها عالميا وإقليميا اللي هي الطريقة بتاعت الكمبوست. الطريقة بتاعت الكمبوست اللي هو إنه أنا الكمبوستينج، وإنه أصلا أستغل المخلفات نشرحها للمشاهد عشان يكون معنا في الصورة. كويس. الكمبوست اللي هو إنه أنا أحول المخلفات العضوية لسماد. وبرضو في طريقة تانية اللي هو إنه أنا أستغل المخلفات العضوية وأحولها لغاز طهي وأحل بها مشكلة الغاز الحسي أصلا حاليا. فالناس نظرتها بقت إنه بتعاين للمخلفات ما ك يعني بتعاين للمخلفات من نظرة تانية اللي هي إنها كموارد طبيعية ومصدر لدخل. فظهر مفهوم إنه اسمه التراش تو كاش، وترجمته بالعربي إنه أحول المخلفات لكاش. لمبالغ. لمبالغ منها قروش. تمام. ممكن بعد ذاك نتطرق في طيب الكمبوست وأفصل فيها بشكل. طب خلينا نتكلم عن أثر المخلفات. إحنا لما نقول بيئة، البيئة دي فيها الإنسان، فيها التربة، فيها الحيوان. لما ما نتخلص من المخلفات بالطرق الصحيحة، الأثر المستقبلي ممكن يقع على سكان البيئة الثلاثة دي شنو ممكن يكون؟ كويس. زي ما ذكرت يا ناصر، البيئة إنه في مجتمع وفي بيئة، وفي بعد ذاك تاني هسه البدر الثالث اللي هو الاقتصاد ذاتي. من ناحية المجتمع ممكن يعني يتعرض لآثار صحية جسيمة جدا نتاج المخلفات دي. فمثلا المخلفات العضوية ممكن أن تؤدي إطلاقها بطريقة أو يعني وجودها بشكلها الحالي ممكن أن يعني تسبب لي زيادة في تكاثر النواقل تحت الأمراض اللي هي مثلا زي الذباب زي البعوض وغيرها. إضافة لكده برضو المخلفات العضوية عندها يعني خطر تاني جسيم شديد اللي هو إنه بيكون فيه غاز، في واحدة من المكونات اللي هو غاز الميثان. غاز الميثان هو غاز دفيء بسبب الاحتباس الحراري. CH4. سام. غاز دفيء وسام. بسبب الاحتباس الحراري. وده تأثيره أكبر حتى بنسبة 25% أكثر من تأثير ثاني أكسيد الكربون على الغاز الخانق للبيئة. فده واحد من المخلفات اللي هو العضوية. المخلفات البلاستيكية اللي بنجي نتكلم عنها هي أصلاً ما بتتحلل يعني بنعزيها لصعوبة تحللها في التربة. يعني بتاخد لها 200 سنة عشان تتحلل، فده بيجوا يعني أجيال بعدنا هيجرقوا المخلفات دي متراكمة. الخريف جه والناس بقى الشوية هيحصل غالباً، نتمنى إنه ما يحصل الكارثة اللي حصلت المرة اللي فاتت اللي هي كارثة الفيضانات. فغالب الناس هتترس، عندنا يعني براكتي السيئة جدا اللي هو ممارس سيئة اللي هو إنه الناس بتترس بالنفايات. فالترس بالنفايات ممكن بعد ذاك السهول والمياه دي لما تيجي هتجرف المخلفات دي هتوديها لي البحر والأنهار. ففي أحياء مائية هتتضرر من المخلفات دي. بعد شوية الموارد السمكية في أنواع كثيرة انقرضت. فدي كلها آثار. الآثار الصحية للمخلفات البلاستيكية برضو يعني ممكن نضمن فيها الحرق بتاع المخلفات دي ذاتي. حرق المخلفات البلاستيكية ممكن برضو في 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 بعض المخلفات بتنتج غازات مسرطنة حتى اللي هو زي البي في سي اللي هو الدايوكسينات. فالدايوكسينات دي مادة الدايوكسين مادة مسرطنة. ف
انه كيف الناس اول حاجه محتاجه انها تكون اوير وتعرف ان المخلفات دي ذات نوع من المخلفات اللي ممكن يسبب عصب سرطان. تمام، انت قلت نقطه يعني اثرت نقطه، موضوع حرق المخلفات. احنا الشيء شايفينه في السودان، يعني حتى لو السيده هي قامت بانها كنست قدام بيتها فبتعمل بعد شويه دايره وبنحرق المخلفات، دي الطريقه السائده عندنا في التخلص من المخلفات، ناهيك عن الغازات اللي ممكن تكون سامه، والمخلفات دي ممكن يكون فيها قش، ممكن يكون فيها بلاستيك، ممكن يكون فيها مواد خطيره جدا، ممكن يكون فيها مواد قصديريه بقايا الاكل الجاهز يعني حتى واغلفتها. طيب لو في طرق حديثه تبعدنا من موضوع الحرق ده، هل في طرق حديثه ممكن احنا نتخلص بها من النفايات؟ كويس، كويس انت يعني بجد يعني اثرتي نقطه وحته حساسه جدا ومهمه شديد. طيب حاليا الناس زي ما قلت لك انتقلت من نظرتها ذاتي لموضوع المخلفات انها تعيلها في جانب بتاع هي موارد طبيعيه وانها كانها منتجات يعني رو ماتيريالز جديده اللي هي مواد خام جديده. فطورت تكنولوجيز كثيره جدا في المجال ده وفي الاتجاه ده، منه انه الله يا اخي طيب السودان كان في تجارب كثيره، في شركات كثيره حاولت تقوم في السودان وان تطور المجال ده، لكن في اسباب كثيره خلتها حتى ما تواصل او حتى مثلا ما تكبر، اللي هي خلينا نقول مبادرات سودانيه ما قدرت تكبر وتعالج المشكله لاسباب كثيره، اللي هو انه واحده من الاسباب دي انه المجتمع ذاتي هو جزء من يعني هو ما قاعد يفصل المخلفات دي. ايوه فصل المخلفات بنجمع. ايوه فصل المخلفات الحقيقة بتفرق شديد. إذا هنا كلنا من هنا من ناشئ إذا عايزين حل جذري لمشكلة المخلفات بيبدأ بالمجتمع ذات، بيبدأ بيك أنت يا مواطن، اللي هو إنك أنت تساهم في 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 إعادة تدوير. إذا عايز تساهم في إعادة تدوير المخلفات أو حتى معالجتها فأنت لازم تفصل المخلفات. الفصل بأنك أنك تصنف المخلفات الورقية من البلاستيكية من العضوية، وبعد ذلك بيجي المرحلة اللاحقة مرحلة المعالجة. المعالجة بتتضمن الريسايكل مثلا. في شركات حاليا شغالة في الريسايكل لكن بتواجه مثلا بيكون عندك تكلفة كبيرة جدا لمن المواد تصل، فإنك أنت أول حاجة الزول اللي بيجي مثلا بيشوف برضو ظاهرة سالبة جدا إنه أطفالنا اليوم بيجوا هم يعني بيغوصوا في الأكياس بتاعت المخلفات حقتنا اللي نحن سورس يعني نحن مسببينا، بغوصوا في الأكياس دي عشان يشيلوا البلاستيك مثلاً، الكانز بتاعت البلاستيك والمخلفات الثانية، وبعد ذلك بيطلقوا الحاجة اللي ما عايزينها وحتى مثلاً بيدفقوها. الحاجة دي احنا بنحلها كيف؟ بنحلها بأن نفرق المخلفات من بدايتها عشان بعد ذلك الزول اللي بيجي مستفيد. هو احنا حتى لو فرقنا المخلفات يعني الدولة برضو عندها جزء كبير جداً هي عربية النظافة، لما تجي اللي هي مفترض مرتين في الأسبوع، مرات بيعدي شهر ما بتجي، دي رسالة للناس المحلية. فلما تجي العربية حتى لو السيدة التزمت بأنه دي مخلفات بلاستيكية ودي مخلفات ورقية كلها بتتكبى في عربية واحدة، أنا ما أعرف بعد ذاك اللي بيحصل شنو في عملية فرز النفايات. أضف لكده في مخلفات طبية، يعني أنا ما عايز أتكلم عن المستشفيات بصورة خاصة، لكن قد يكون في شخص بياخد علاج دائم موجود في البيت عنده ممرضة أو حتى مرض السكر اللي نسبة كبيرة جدا من السودانيين مصابين به، فبيضطر ياخد حقن بتاع الأنسولين هو بنفسه بيتخلص منه. العامل لما يجي قد ينضرب بإبرة، والإبرة دي قد يكون شخص مصاب بأمراض تانية، فالموضوع بيتشعب وبيبقى أكبر من كده. صح للأسف ده الحاصل، ده البراكس الحاصل. اللي بيحصل شنو؟ بيحصل إنه يعني عربية المخلفات لما تجي هم ذاته في عندهم ناس بيفصلوا المخلفات لو بنعزل لهم، يكون في شوال كده معلق في العربية، فبيفصلوا المخلفات بيشيلوا البلاستيكية الحاجة اللي عندها سوق، لأنه في النهاية الحاجة دي بالسوق بتاع المخلفات البلاستيكية حاليا عندها سوق. العضوية لأنها ما قاعدة تتفصل. هل دي يعني مهما تغسلت ومهما تعقمت ما ممكن تسبب لنا أمراض في المستقبل؟ هي ممكن تسبب أمراض، لكن البراكز اللي بيحصل انه لما يمشي المكبات ذاتي، في ناس هناك ساكنين في المكبات للاسف، فيهم اطفال، فيهم يعني مجتمع كبير جدا عايش بجد المخلفات دي في المكبات الوسيطه والمكبات النهائيه مثلا. فالدائره اقول انه يعني الفصل واحد من الحل، الحاجه دي بتسهل كثير على اخواننا الشغالين في مجال اداره المخلفات والعمال فيهم، وبل بعد ذاك تاني الدولة ذاتها عشان تقدر تطور المجال ده بشكل اسمه بروبر. عملت الأطفال ممنوعة
كيني ستيل الدولة معتمدة على الحياة. وشفنا الحادثة قبل فترة في محلية بحري، الطفل اللي انحبس في عربية النفايات لأكثر من نصف يوم أو يوم كامل تقريبا لحين تم إنقاذه. طيب أنت تكلمت عن موضوع إعادة التدوير أو الريسايكلينج، طيب الحاجة دي لو تمت إحنا شنو الاستفادة اللي بتجنيها الدولة وبجنيها المواطن من عملية إعادة تدوير المخلفات؟ طيب. كزول أنا كويس هرجع ورا شوية في الموضوع بتاع المخلفات الطبية. برضو بيرجع للبراكتس بتاع لأنه الله ياخذ، يعني إحنا مفروض نكون أوير وبجد، يعني القنوات الإعلامية كلها في السودان إحنا محتاجين لا شديد في إنه الله ياخذ هنا ننقل الناس من مرحلة أزمة الوعي الحاصلة دي لمرحلة وعي الأزمة أقلاه، عشان بعد ذاك نبدأ حل المشكلة دي. فيما يخص موضوع إعادة التدوير، إعادة التدوير هو دائما ما الحل المفضل بالنسبة لنا إحنا كناس في مجال إدارة المخلفات. الحل الأنجع اللي هو إنه الناس أول حاجة ترفض الحاجة اللي بتسبب مخلفات والحاجة اللي ما صديقة للبيئة أصلاً، بقول له ريفيوز في مفهوم اسمه 3 R's، فبتبدأ بالريفيوز أول حاجة، بعد ذاك بتمشي لأنه والله يختار ريديوز الويست بتاعك. برضو عندنا يعني مشكلة كبيرة جداً في إنه والله يخفي الاستهلاك الغير مسؤول للطعام، إنه لما يكون في مناسبة نلاحظ إنه في أو يعني إعداد بكميات مفرطة. حتى يعني إحنا البراكتس بتاع إنه الله يخ إنه نكب الأطعمة بتاعتنا أو يعني التجزية بتاعت الأطعمة بتاعتنا، الواحد ما بيشيل الحاجة اللي بتكفيه فبيشيل حاجة كمية كبيرة، فبالتالي بعد ما يأكل هيبقى شنو فود ليفت أوفر اللي هو مخلفات الطعام. فإنه الله يخ إحنا نقلل، نحاول بقدر الإمكان نقلل. إذا أنا بقدر يعني بتوضى بنص مثلا إبريك البراكتس اللي اسمه، فأنا ليه أتوضى بإبريك كامل؟ أنه في النهاية أنا خلفت ويست بتاع ووتر يعني هدر للمياه، الهدر للطاقة بنفس الفكرة، أنه طلعت من الباب التشغيلة بتاع الوالد زي ما بقول أكفل النور أكفل المروحة أكفل النور. الحاجة دي أنه يعني البراكتس دي الصح أنك تكفل النور بعدك، عشان لأنه إنتاج كيلوات تقريبا بكلف كم كيلو، الكهرباء بقت غالية من غير توصية الناس بقت زادة بالطفط في الأنوار يعني. آخر حل يعني الريسايكل واحدة من الحلول المؤخرة في الريوزينج، أنت إذا بتقدر تعيد استخدام الكريستالة مثلاً لحاجة تانية. ممكن في شباب ما شاء الله شغالين مثلاً في التايرز ريوزينج اللي هو إعادة استخدام الإطارات تحت السيارات، بيصنعوا منها مقاعد. بجد يعني الانيشيتيفز والمبادرات الزي دي محتاجة لدعم، دعم إعلامي ودعم لوجستي ودعم من الدولة، ودي حاجة دي ما هنقدر نسوي. آخر حل اللي هو الريسايكلينج، إنه هي إعادة التدوير هو الحل الرابع من 5 R's. هي في ناس بتتكلم عن 5 R's، في ناس بتتكلم عن 7 R's، لكن إعادة التدوير من الحلول الأخيرة لأنه هو ما حل جذري في النهاية. الحل الجذري الحاجة اللي بنقدر نمتلكه إنه أنا ذاتي كمصطفى بقدر أقلل مخلفاتي، بقدر أشتري الحاجة المستدامة. إذا في كيس ورقي ولا إذا أنا بقدر أشيل قفة من البيت أمشي بال البقالة أفضل لي من إني أنا عايزك تتكلم في خطر الحاجة دي. كنت أقول لك اسمح لي أعرج على موضوع الأكياس اللي بتباع فيها الحليب سخن أو الفول سخن وقت الفطور أو وقت العشاء. الحاجة دي خطورتها ممكن تكون شنو، تفاعل الكيس مع المادة اللي إحنا بعد شوي حتبقى طعام كويس، وبعد ما نخلص بنرمي الكيس، فدي زيادة للنفايات صح البلاستيكية. صح. هي الحقيقة إنه في دول حتى اسمع دي single use materials اللي هي مواد ذات الاستخدام لمرة واحدة، الاستخدام الواحد، فمنها المصاصات منها الأكياس البلاستيكية. الأكياس البلاستيكية الصين تقريبا منعتها، في دول كثيرة أوروبية منعتها. طيب هنا كان زمان يعني أبهاتنا وأجدادنا كان عندهم براكتي الصح وكان بيشيلوا القفة بيمشي بيه، وكان الحاجة دي كانت دي الحاجة الصح والبستيلة الحليب، فدي الحاجة صحيا من ناحية صحية هي دي الحاجة الأوبتيمم براكتس والحاجة الصح المفروض تدعمل، من ناحية برضو حماية بيئة صح. فالأكياس البلاستيكية لما نسلط الضوء عليها إن هي في النهاية بلاستيك، هي المادة المصنعة منها اسمها البولي إيثيلين LDPE اللي هي low density بولي إيثيلين، البولي إيثيلين الخفيف. البولي إيثيلين الخفيف هو تقريبا النوع الثاني من البلاستيك. البلاستيك مقسم لسبع أنواع. النوع الأول اللي هو البولي بولي إيثيلين تقريبا، النوع الاول بولي ايثيلين، والثاني البي اي تي سوري النوع الاول بولي ايثيلين تيرايفسليت، النوع الثاني اللي هو البولي ايثيلين
الاكياس ال دي بي بعدك البولي بروبايد البي في سي ده احنا عندنا يا نوع احنا هنا الاكياس بنتكلم عن ال دي بي ال دي بي اللي هو لا من الكوفي وماده ساخنه فود ولا حليب ساخن حاجه دي هتأدي لي لتفاعلات هو نوع سابق عنده ثبات لكن في نفس الوقت لحد درجه حراره مثلا 90 درجه مئويه تقريبا اقل من الغليان بشويه اقل من الغليان فلمن اكون فيها حاجه ساخنه بعد ذاك هم يعني الماده دي ذاتها هتتفاعل هيحصل فيها تفاعل خطوره كبيره فهي ممكن تكون اسمها مثلا مواد ثانيه تتحول لمواد ثانيه واكيد مواد مسرطنه في الاخر اكيد مواد مسرطنه تمام طيب او مواد مثلا بتاثر في الجينات ذاتها بتحت المثل يا ساتر يا لطيف طيب انا قبل فتره يعني شفت في واحده من البقالات او سوبر ماركتات اكياس مكتوب عليها اكياس عضويه قابله للتحلل هي مستورده تقريبا معنا في السودان فالاكياس دي هل ممكن تكون صديقه للبيئه هي متوفره عندنا في السودان مع ارتفاع سعرها شويه لكن هل ممكن تكون صديق للبيئه طيب الاكياس العضويه القابله للتحلل هاي هو كان اتجاه والاوروبيين بدوا ماشيين عليه لانتاج الاكياس دي لكن الحل الافضل هو بقول له سبستيتيوت برودكت المنتج هو البديل اللي هو الاكياس الورقيه في ولايه الجزيره الحي دي موجوده انا بحييهم من هنا ما عندهم ممنوع منعا باتا اللحمه الخضار كل الحاجات اللي انت بتشتريها من السوق بتتخطى في اكياس ورقيه ايوه بالضبط الاكياس الورقيه والقضارف بجد يعني هم نعم ولايه القضارف هاي واحده من المشاكل يا استاذ زهيلين انه بجد في عدم ترست في مشكله بتاع الثقه عدم ثقه اتولدت بين المجتمع وبين الحكومه انه المجتمع حاس انه انا بدفع قروش مقابل انه الحكومه المفروض تجد لي حلول للمخلفات دي لكن ما شايف حل انا شايف المخلفات ماشي تكتر فالحصل انه كان في 2017 2018 الحكومه منعت الاكياس استخدام الاكياس لكن بعد ذاك ثاني الناس يعني لاحظت انه والله يا اخي كان المنع ده عشان في ناس معينين حيستفيدوا من يعني في ناس من الحكومه ذات بدوا يصنعوا الاكياس فبيجي انه بعد ذاك تاني في عدم انصياع للقرارات بتاعت الحكومه في ولايات واصلت بنفس النسق القضارف الجزيره زي ما ذكرتي استيل حاليا ما في يعني عايشين بدون اكياس الحاجه دي يعني كانت ضابطه شديد بالنسبه لي ونحن كمجتمع في ولايه الخرطوم مفروض انت ذاتك لا من كحكومه لا من تمنع استخدام اكياس بلاستيكيه مشروط انك توفر البديل بتاع الاكياس صحيح حرجع أسألك مرة تانية يبدو أنك سرحنا في الإجابة فما جاوبتني الأكياس العضوية القابلة للتحلل هل ممكن تكون صديق للبيئة؟ الأكياس العضوية القابلة للتحلل هي هي الفكرة ممكن نعتبرها صديقة للبيئة لأنه في النهاية هو بيتحلل مشكلة البلاستيك الأكياس البلاستيكية الناس بتحذر منها عشان لأنه والله بتعيش لأطول 200 سنة 50 سنة فدي مشكلتها الحقيقية فالأكياس العضوية هي اتمنى انه التجار ما يسمعوا كلامنا ده ويرفعوا علينا اسعاره اتمنى لانه دائما اي شيء لما نثني عليه وطوال سعره بيرتفع في السوق طيب احنا قبل نودعك حنخليك تدي رسائل للمجتمع على اساس كل الناس اللي بتتابعنا الان تستفيد من كلامك ونبقى كلنا اصدقاء للبيئه طيب كويس شكرا انا رسالتي دائما بقولها اللي هو انه الوضع حاليا يعني وباء المخلفات في السودان بقت ازمه مستفحله متطلبه من كل الجهات قطاع خاص منظمات حكومه والمجتمع المدني ككل يتعاون عشان ويتضافر الجهود السنة يعني تساهم في حل المشكله دي طيب كقطاع حكومي مفروض احنا طالبين منك استراتيجيات واضحه اتجاه المشكله دي اشراك للشباب في القطاع ده يعني اضافه لكده التحفيز الناس وتشجيعهم لأنهم يستثمروا في القطاع ذاته ودي بتجي يعني عندها تأثيرات تانية بمختلف القطاعات التانية الوضع حاليا زي ما قلت لك كارثي وعامل زي إنه إحنا كلنا راكبين في بص تمام البص ماشي يعني هيصطدم بحيطة تمام الحيطة ده اللي هو مشكلة تغير مناخ مشكلة مخلفات مشكلة بتاعت انقراض أحياء يعني خلينا نقول مش دقيقة بس كل يعني أحياء كثيرة أحياء مائية أحياء برية وغيرها في محميات طبيعية برضه مثلا ماشية تندثر ف يعني هنا الحاصل إنه يعني هنا جوا البص وقاعدين نتشاكل بيناتنا وما شايفين إنه البص حيمشي يصطدم بالحائط ده فمحتاجين هنا نعاين للمشاكل اللي قدامنا شنو
الموضوع بسيط لو تضافرت الجهود ولو خطينا يد على يد. شكرا جزيلا لك أستاذ إسحاق مصطفى، ومصطفى إسحاق ناشط بيئي ومتخصص في مجال إدارة المخلفات. شكرا.